وكذلك إذا اشتد به الحزن أيضا الزائد عن المتعارف أيضا يذهب إلى المقبرة. في الأحاديث أكو علاجان للحزن، أحدهما الحزن الزائد، على قسم من الناس هم يحزنون زائد عن المتعارف، مثلا أنه فرضا خسر في التجارة أو رسب في المدرسة، إذا حزن حزنا زائدا يذهب إلى المقبرة حتى يعتبر الدنيا لها انقضاء. هذا علاج. وهناك أكو علاج آخر، الإنفاق في سبيل الله يرفع الحزن. من كشف كربة إنسان كشف الله كربته، الله يزيل حزن القائل. بل أكثر من هذا، أنه أكو في الأحاديث لو أن الإنسان كشف حزن حيوان الله يزيل حزن هذا. ولهذا أن الإنسان إذا حزن حزنا زائدا هذا الحزن الزائد يتمكن أن يرفعه بشيئين: الشيء اللي يخفف زيارة المقبرة، الشيء اللي يذهب الحزن التفريج عن إنسان أو حيوان.